طب واحد طبعا من نجوم البطوله يا حبيبي طبعا، يعني كان نفسي تبقى معايا على الهوا طبعا جدا، كانت تبقى ثنائيه عالميه، هجوم ودفاع ودفاع وهجوم، كابتن شريف عبد المنعم طبعا ترافولتا معانا على التليفون يا كابتن ماهر. طبعا كابتن شريف مساء الخير يا نجم كابتن النادي شريف. الاهلي. بقول ابو حميد عامل ايه، اخبارك ايه؟ كنت مكسر الدنيا انت في 82. اللي قاعد جنبك هو اللي لا انتوا منورين الدنيا وذكريات جميله، ودي كانت اول بطوله لينا في افريقيا في الجيل بتاعنا. ولكن لو افكر كابتن ماهر، احنا كان عندنا السنه اللي قبلها 81 وصلنا للسيمي فاينال، ودي كانت احنا كنا المرشح الاول فيها، ولكن وفاه السيد الرئيس الراحل انور السادات هو اللي منعنا من تكمله البطوله. كنا كسبانين اول ماتش ورايحين نلعب الماتش الثاني اوي وهنلعب الفاينل، ولكن يعني شاءت الظروف ان احنا ما نبقاش موجودين. ولكن مبروك علينا 82. طب قول لي اصعب لحظه مرت عليك، او اللحظه اللي ما تتنسيش في بطوله 82 يا كابتن شريف. هي 82 دي انا لعبت نصها بس، لان الحادثه حصلت بعدها فما عرفتش العب السيمي فاينل ولا الفاينل. ولكن كنا بنلعب فرقه يانج افريكانز دور بس اكيد ال16. في حاجات كتير جدا في ده، انا كابتن ماهر همام حكى لي حاجات في رحلات افريقيا دي، اكيد انت عندك برضو حاجه كده واحده ولا اتنين. لا انت عندك ثنائيات وعجائب وطرائف. ده كان مدحت رمضان بقى، دكتور مدحت رمضان يدير الصحه، وكابتن خالد عبد الله، دول كانوا كابتن سابق الله يرحمه كان القائد بتاع الثلاثيات. ده كان بيحصل شويه حاجات احنا انا ما بصدقهاش. كان الكابتن حسن حمدي طبعا مدير الكرة، فكان يعني ناكل من غير ما نضحك، نعمل مش عارف ايه تركيز بتاع، ولكن كنا بنقعد نتفرج على حاجات بتحصل ولا في الخيال. يقول لك يعني ابريق ميه بيتدلق في الثلج كله على راس واحد فيهم في صمت رهيب، واحنا قاعدين مش قادرين نفتح بقنا، لان لو اتشاف الكلام ده هيتخصم مننا مثلا كل واحد $150، وهي الرحله كلها مثلا او بالماتش كمان. فلا كان اللي بيهون علينا رحلات افريقيا دي اللعيبه. الو ايوه يا كابتن شريف معاك. كان اللي بيهون علينا رحلات افريقيا ايه؟ اللعيبه اللعيبه والحاجات الجميله وكل واحد كان ليه شخصيته وكل واحد كان ليه خفه دمه، ولكن الكلام ده كله كان بيحصل بعد الماتش يعني مش قبل الماتش. طب ايه المواقف اللي مع كابتن جوهري ما تتنسيش؟ الكابتن جوهري جه بعد ما انا اتقلبت بالعربيه. انا لما رجعت لعبت تاني ابتدى يعني يشوف لي مهام اللي هي الشوط الثاني نص ساعه، المهم انا انزل ربنا يوفقني واكسب الفرقه. وبعدين ارجع ثاني اشوف انا عايز ابقى اساسي في الفرقه واخد مكاني ثاني، والدنيا كلها يعني اقول يلا الحمد لله عدت، وقعدت انا ما بلعبش وبرجع وربنا موفقني. ولكن كابتن جوهري كان عنده اللعيب اللي يتعور ده بالكثير قوي يديله هاف تايم او يلعبه مره اساسي، يعني ما كانش بيعتمد على اللعيب اللي هو بيبقى عنده اصابه. وده اللي حصل مع طاهر ابو زيد وعلاء مرغوب ولعيبه كتير جدا وحسام البدري، يعني هو ما عندوش التعاطف قوي مع اي لاعب بتحصل له اصابه. بشكرك كابتن شريف، وان شاء الله تشرفنا قريب في السادسه.